changing. ايه زين يصير احنا نسحب من مواقعنا هو يطلع وبعث الخبر. يمكن التصوير صار احلى هاي شايف شنو شوي غالي؟ وزارة الثقافة والسياحة والآثار، الهيئة العامة للآثار والتراث، تقف اليوم هنا في هذا الموقع، موقع طاق كسرى، بعد أن تعرض إلى تساقط بعض أجزائه من القوس. وحالما حدث هذا الحدث عقدنا اجتماعات حقيقة مع منظمة ألف، وهي منظمة معروفة لحفظ الآثار في مناطق النزاع تحديداً والعراق منها. وبذلك شرعنا بمجموعة من الدراسات والأفكار نناقش فيها كيفية تأهيل وترميم طاق كسرى، هذا المعلم الآثاري العالمي المهم. الآن تبدأ المرحلة الأولى بتدعيم هذا القوس وبوضع بعض الدراسات عن التربة هنا، الموقع قريب على النهر وبذلك هناك مخاطر تسرب المياه إلى أساساته. الفريق من الخبراء من المنظمة العالمية منظمة ألف المعروفة يعمل الآن على هذه الدراسات.